طب خذ السؤال هذا اللي ما عمر احد سألك اياه واتحدى انا تحدي كذا اتعدى اجمل عمر غنى له رويشد بمعنى المراهقين منتصف العمر الكبار من هو اجمل عمر انت فعلا غنيت له وحسيت انه اغانيك موجهه له شوف جديد السؤال ايه بالثمانينات اغلب الجامعات يحبوني اللي هو العشرين الى الخمسة وثلاثين من العمر من هذا من التسعة عشر الى الخمسة وثلاثين بس كبروا الحين ايه الحين زمن الطيبين زمن الطيبين كانوا الحين المستمعات صاروا امهات بعدين صاروا جدات الحين جدات ما شاء الله عسى الله يطول العمر امين يا رب ايه